جيتي لا مامون سوبر هيروين يعني جو فيزي تو موا ميم نلقى روحي ما عادش نجم ايليتي لا عشنا ببري 8 شهور لوبجيكتيف وقتاش تخرج من الحكايه وتيتني بريود شيموثيرابي في الصيف احنا هنا في لا شيميو دونك شعري كله طاح تنحى سي لوي هو اللي عمل لي الغزاج مشي نحى شعره ونحى شعري انا وتصورنا برشا تصور عسلامة انجح انا هنا جريدي جيزة عمري 40 سنة ميدسان دونتيست جيت اليوم باش نحكي لكم على الاكسبيريونس نتاعي افيك لو كانسير دو سان كو جي يو في افريل 2022 عسلامة انجح انا محمد علي جيزة زوج هنا اللي عاشت التجربة نتاع الكانسير يعني 11 ans de mariage déjà بون هي وقتها عندها شوية قلق في بالي مشيت للجينيكو ومن بعد قالت لي راني عملت بيوبسي وحدي فقت بالتيومور مشيت للطبيبه لي ريزولتا سيتي نذكر سيتي ان فوندردي او نهار في رمضان في 2022 اكتشفت انه سيتي ان كانسير معناها واحد ما فهمش اي وقت خاطر بعيده برشا الحكايه سيتي با بريفو دونك قلت لها بون ما تعمل حتى شيء وانا جيتك سيتي ان شوك لي نسوس لي هو سورتو هو اكثر مني الكركو انا كنت المريضه مي هو تشوكه اكثر مني عشنا برشا هكا دي ديفي خرجنا منهم مع بعضنا اون ايتي لا مان دون لا مان ديما واحد يهز الاخر واحد يدز الاخر واحد يقفل الاخر بون جي في لي كونتاكت وقلت كهو لازمنا توا نبداو معناها الحرب هذه لازمنا نربحوها الفالي واحد يزم يدز الاخر يهز الاخر اللي تي لا كل شيء اللي تي لا اللي تي لامي اللي تي لو كونجوان اللي تي كل شيء الحقيقه لا توفي هورالمون فيزيكمون كل شيء نذكر انا كي طحت وصحي معناتها جو مو سونتي ان بو هكا دخل بعضي بيتيتر خاطر جيتي لا مامون سوبر هيروين يعني جو فيزي تو موا ميم كل شيء دار صغاري كل يعني جيت تخوز اكتيف اي تيان نلقى روحي ما عادش نجم اللي تي لا عشنا ببري 8 شهور لوبجيكتيف وقتاش تخرج من الحكايه تركيزك الكامل غادي معناها في الاخر يلزمك معناها تعيش حياتك عاديه يلزمك تتفرهد وقت اللي يلزمك تخرج احنا سيتي على ابواب صيف رمضان واحد دونك لازم نعيشوا حياتنا بصفه طبيعيه عندنا وليداتنا ما يلزمش يحسوا لا فامي كل شيء ما تحرمتش من الصيف هذاك مشينا عمنا بدلنا الجو خرجنا اون افيكي معناتها لي فاكونس بالحق بور نو با تكلي نتيحو في حفرة مرض وقعو سيفيني وقعد غادي ولا لا يعني ليتي لا ما خلينيش نقعد وحدي برشا ما خلينيش نخمم في الموفي لا او كونتخير يعني ديما الفيزواليز لو بو دو تونيل يقول لي احنا ماشيين جوسكو بو باش تخلط tu vas y arriver tu vas y gagner وباش تخرج منها وعادي اون ديغي هكا حاجه فسدت ونصلحوا فيها اي سي تو عملنا اللازم دو بوين دو فيو ميديكال مي لو رول نتاعي انا اكثر منه معناها ميديكال خاطر ذاك واجب وكل شيء لو رول سيتي كونو ما تخرج منك خاطر راهو وقت الشيميو سيرتو الاولانيين هذوكم صعيبه برشا لا تنجم تاكل لا تنجم كذا دونك يلزم انت وقتها دورك كونجوان باش تلعب الدور تخرج الكونجوان تاعك من السيتوياسيون خايبه نذكر وقتها امها كانت معانا باش تعاوننا هي تقول لي راهو هيا وينك وقتاش تروح راهي هنا ما تفرح ولا ما تضحك انك تروح انت لكن الكلام اللي يقولوا فيه المرض كله مورال تعيشه مش تكلم برا ولا حتى كوتي يعني لا ثيرابيوتيك بسيشيك كان هو قايم بها انا جو سوفيا نهار قلت له انا جي بيزوان دان سيكياتر يقول لي مانيش باش نجم من حبش نظلمك اما مانيش باش نجم نخرج منها فاسيلمون قال لي لا جو سوي لا جي طون سيكياتر احكي كيما تحب ابكي كيما تحب في سكو تي فو جيكوت جو سوي لا يعني بالحق هذيك اللي هي مهمه ونحب نركز عليها خاطر الناس الكل تقول لك مشيت للطبيب خديت الدواء سافا هاني نتبع جو في ميز اكزاما اي تو سا مي كي تلقى طون بارتنير اللي اكوتي دو توا هكا بالحق يعني موجود قبل ما تحكي تلقى ليدي عنده الى بري لا شارج باش يعرف لي ديتاي تو لي ديتاي نتاع المارج ثيرابوتيك اللي باش نتبعوها
الاوبيراسيون لي شيموثيرابي لي راديوثيرابي لي طب لي شي يلزم للكيني تو 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 ديتايل كل كاين عنده سي جو سوي لا بور لو دير ميرسي ان غران ميرسي بريود شيموثيرابي في الصيف حنا انا في لا شيميو دونك شعري كله طاح تنحى سي لوي هو اللي عمل لي لو غازاج مشينا حشعرو نحش علي انا وتصورنا برشا تصاور دايرا نذكر فما كلمة قال هنا طبيب قال راهو انتوما تو عندكم مصيبة احنا تشوكينا مي قال المصيبة لازم تواجهوها اكزاكتومون هو راهو لو كونسير من غير ما نكتبوا على بعضنا معناه حاجة كبيرة برشا وحاجة تخوف ولكن لهنا هذه لي مومون اللي باش تظهر فيهم معناها اللي انت قداكش تكون سانسير في حياتك فيزافي الناس تعاشرهم معناها ما فماش أكثر من الوقت هذا اللي تنجم ظهر فيه اللي انت انسان عندك مبادئ على الاقل باش تقف في الكوبل نتاعك ثم ابري طول اليوم كونسير بعد ما عشناه موش كالمرض اللي خوف معناها برشا بعد ما تعيشوا على خاطر الدواء موجود يقعد من بعد لا فولونتي نتاع المريض الباسيون خاطر هو اهم حاجه كي يبدا هو ممن اللي يلزم يتجاوز المرحله الصعيبه هذيك ومن بعد لاكومبانيومون نتاع العائله اللي هي اولها لو كونجوان يلزم يكون لهنا واقف بجنب انسان اللي هو في الاوقات هذه اكثر وقت نجم يكون محتاج لانسان بجنبه